بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي الأحرار سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن وفى بعهده للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يرزقنا كرامة الأخذ بثأره وطلب وتره مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أعتقد أن ما رأيناه في زيارة الأربعين المباركة أعطانا صورة واضحة عن واحدة من خطوات التمهيد الكبرى التي أنجزتها هذه الأمة، وأنجزها المنتظرون لإمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. وإذ تبدو الأمة أكثر جاهزية من ذي قبل، وأن يأتي هذا الأمر وسط الانحسار الكبير في نفوذ قوى الظلم والجور، أو في حالة التردي لهذه القوى على المستوى العالمي فضلا عن الإقليمي والمحلي، يعطينا دلالة واضحة على أن الأمور تسير باتجاه ما ألفناه من حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشأن اليوم الموعود وبشأن ما بشرنا به من فجر قادم. ولكن هذه البشارة ستمر بمنحنيات، منغصات، معوقات، إحباطات، هي كلها ستأتي بمثابة المجس الأخير لجاهزية المؤمنين ولجاهزية هذه الأمة، بما فيها فتنة السفياني وما قبل السفياني، وكلها مجسات تارة تنبه إلى أننا قد أصبحنا على مشارف ما كنا ننتظره، وأخرى تنبهنا إلى أخطائنا، إلى نواقصنا، إلى معائبنا، وإلى ما نفتقر إليه في هذا المجال. لكن لا شك ولا ريب أن ما أنجز في الأربعين على مستوى وحدة التشيع، على مستوى الانصهار في الهوية الحسينية، على مستوى التآلف والتراحم ما بين شيعة الحسين عليه السلام، على مستوى الوعي الذاتي بقضية الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء، على مستوى الإيثار، على مستوى الإنفاق، على مستوى حالة نكران الذات وتحمل المسؤولية، وهكذا الكثير من المعالم التي رأيناها في زيارة الأربعين
خاصة وأن هذه المعالم نمت بشكل كبير وواضح قياسا إلى السنة التي مرت. مثل هذه الحالة تشعرنا برضا كبير عن طبيعة المسار الذي يسير عليه شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وإلى وحدتهم مع علمائهم مع مراجعهم، وأيضا ينبئنا عن أن ما خطط إليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نجح نجاحا كبيرا جدا. هذه الخطوات وإن بدت في بداياتها بعيدة بشكل كبير جدا، إلا أنها مرت بلا إعلان، نمت بلا إعلان، نمت وهي تعاني من مخاضات عسيرة جدا وسط عنة الظلمة، وسط جور الطغاة، وسط هزء المستهزئين. ولكن مع كل ذلك رأينا الفجر الذي تحقق عبر 22 مليون في أقل التقادير التي قدرت لهذه الزيارة. وأعتقد أن الإنجاز الأكبر هو حالة التعاطف وحالة البحث عن الإمام المنتظر، حالة الاتقاد الأشواق في قلوب المؤمنين، خاصة وأنهم يرون أن هذه الأمة جاهزة للنصرة من هذه الملايين العشرين وأكثر من ذلك، خاصة إذا ما جمعنا إليها أعداد الملايين التي أحيت الأربعين في مناطقها بعيدا عن كربلاء لأنها لم تستطع أن تصل. يمكن لنا القول أن جاهزية الأمة أصبحت في بحجم لا يمكن إغفاله ولا يمكن الاستهانة به، مع أنه توجد حالات شاذة، توجد حالات سلبية. يمكن للبعض أن يقرأ الحالة الفلانية أو الحادثة الفلانية في أنها تبعد الإنسان عن النظر إلى هذا الفجر، ولكن الحقيقة الدامغة أن الفجر كبير للغاية، وعلينا الاهتمام الجاد بطبيعة الاستحقاقات المترتبة على من يريد أن يصل إلى نهاية الطريق، باعتبار أننا نتراخى حينما نكون بعيدين عن الهدف، ولكن حينما نصل علينا أن نهيئ أنفسنا، علينا أن نكون على جاهزية أعظم مما حصل في زيارة الأربعين المباركة. لن أنقل لكم صورا عن الأربعين لأنكم كلكم عشتم هذه الصور، ويمكن التقاطها بطريقة أو بأخرى عبر عشرات الآلاف من الفيديوهات ومقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي التي نجدها هذه المرة تأتي من لسان ليست أو بألسنة ليست مألوفة. الخطوة الجيدة التي اتخذت بدعوة 1500 رجل من مشهوري وسائل التواصل، ممن ليسوا هم بشيعة، ممن ليسوا هم في أجوائنا، جاءوا ووثقوا ورأوا بأم أعينهم واطلعوا على ما عبر عنه أحدهم بأن ما يجري سحر عظيم جدا لا يمكن لأحد أن يتخيله أو يتصوره إلا أن يكون في داخله فيرى ما ترونه ويحس بما تحسون به. لكن مع كل ذلك لا يمكن التغافل عن طبيعة ما يجري في المسارات الأخرى، ما يجري في معسكر العدو، ما يجري في ساحات اقتدارنا، ما يجري من حالات الانهيار في تماسك أعداء هذا المسار. وربما يشار إلى طبيعة ما يجري في الشام كأحد المعالم المهمة جدا والتي يجب أن تكون محور اهتمام كبير خلال هذه الفترة من قبل المنتظرين، لما فيها من دلالات ربما تعطينا أملا أكبر مما كنا عليه، ولكنها في نفس الوقت
تقدم لنا تحذيرات مهمة للغاية، علينا أن نستعد لاستحقاقاتها وننبه الأمة لطبيعة الضرائب التي تواجهنا وما يجب علينا في هذا المجال من مواجهتها. قبل أن أتحدث عن هذا الأمر، حينما أشير إلى وجود فتن ومنغصات وما إلى ذلك، أنا لا أشير إلى قصة جبرية بحيث أن هذا الأمر نحن مجبورون عليه، لا يوجد جبر في هذا المجال. الأمة إن استعدت يمكن لها أن تتخطى كل شيء، لكن الأمة التي تبقى سادرة في غفلتها أو أن تكون بمستوى معين لا يتناسب مع حجم الهجمة أو حجم الفتنة التي تواجهها، إذن عليها أن ترى طبيعة الضرائب التي يجب أن تدفع نتيجة للغفلة، نتيجة لعدم الانتباه، نتيجة لعدم الاستماع إلى نصح الناصحين وتنبيه المنبهين، ونتيجة لعوامل متعددة سبق لأمير المؤمنين للإمام الحسين عليه السلام بقية الأمة أن نبهوا حذروا وواظبوا على توجيه الأنظار إلى طبيعة الخسائر التي يمكن أن تحصل إن بقي المؤمن غافلاً عن طبيعة واجباته وعن طبيعة ما يجب عليه أن يؤديه من أجل إنقاذه أو من أجل تمهيد الطريق إلى إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أشير إلى وضع الشام، لا بد من أننا أو أن الأخوة تابعوا خلال اليومين الأخيرين كيف أن الأمور اندفعت إلى مخاطر أكبر على مستوى الساحة الأوروبية، حينما زجت القوات الأمريكية بمنظومة أسلحة جديدة تستخدم اليورانيوم المنظم، وما يمكن للروس أن يردوا على ذلك بتصعيد مماثل. ورأينا خلال كل هذه الفترة أن التصعيد استمر، لم تنزل وتيرة الأحداث، لم تنزل وتيرة التحركات، وإنما ظل التصعيد يتصاعد شيئا فشيئا، إلى أن بدأوا الآن يتحدثون عن اليورانيوم المنظم، وما بعد اليورانيوم المنظم أيضا ستأتي أسلحة أخرى وتصعيد آخر يقابله الآخر بتصعيد. إذا تتذكرون في أوائل حديثنا عن النار التي تنطلق من أذربيجان والتي لا يقوم لها شيء، قلنا بأن هذه القوى ستتصارع ليس كما في المرات السابقة للصراع. المرات السابقة للصراع يمكن لنا أن نرى فيها صراعات مصالح، وهذه المصالح يمكن أن يتفاوض عليها في هذه الزاوية أو في تلك الزاوية تنتهي هذه الصراعات، ولكن هذا الصراع اكتسب بشكل سريع جدا الأثر الوجودي للمتصارعين، بحيث أن أي متصارع منهم لا يسمح له بأن يخسر من هذا الطرف فضلا عن الطرف الآخر، لأن خسارته ستؤدي إلى إبادته وإلى مخاطر وجودية كبرى. فإذا ما استمر الأمر والمسار باتجاه الصراعات الوجودية، إذن لن تغدو قصة الحرب النووية أو الحرب الكيميائية أو الحرب البيولوجية بعيدة عن هذه الواجهة. قد تتأخر شيئا، لكن هذا التصاعد مع الإصرار على كسب النصر أو على عدم الخسارة، الآن مثال أوكرانيا لن يسمح لها بالخسارة، حتى وإن أرادت لن يسمح لها بالخسارة، حتى وإن خسرت وجودها أيضا لن يسمح لها بأن تنسحب من هذه المعركة، حتى وإن بدأت الآن تجند النساء نتيجة فقدان الرجال لن يسمح لها بإيقاف جبهتها، وسيحاولون بشتى الطرق أن يبقونها كمصد درع لبقية الدول الأوروبية. ولكن وسط هذا الجنون يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يدخل عاملا يصعد التوتر إلى مستويات أعلى،
ويمكن لأي مغامر لا يحسب للأمر حساباته الدقيقة، لا ينظر إلى الأمور بصورة موضوعية تجنب العالم من المخاطر، يمكن له أن يحدث أثراً يؤدي إلى مسارات دراماتيكية سريعة جداً، وتنحدر بالأمور إلى ما تنبع عنه رواية النار التي لا يقوم لها شيء، وتنبع عنها رواية هرج الروم، كما تنبع عنها رواية الحرب العالمية التي سيهلك بها ثلثي الناس. إلى ذلك أيضا يمكن لنا أن ننظر إلى طبيعة الانهيارات في الجانب الأفريقي، والجانب الأفريقي سبق أن أشرت إلى قصة التأثيرات الجادة للمواد الأولية على صادرات وصناعات الأوروبيين المتوزعة في أفريقيا. أفريقيا منجم كبير، كنز كبير للمواد الأولية لغالبية الصناعات الأوروبية أو الغربية، وبالنتيجة هذا التداعي الذي يحصل، وقد أضيف إليه مؤخرا الجابون، وبعد الجابون من يدري، كثير من هذه الدول هي مهيئة إلى أن تدخل في هذا الصراع. لكن ضمن هذا الأمر يمكن لنا أن ننظر إلى قائمة الدول التي ستهلك نتيجة لمعدلات ثلثي الناس. يعني نحن لو أردنا أن نحسب أين هي الكميات البشرية التي يمكن أن تهلك في محصلة ثلثي الناس، سنجد، قلنا سبق أن أشرنا إلى الهند، إلى الصين، إلى باكستان، إلى أندونيسيا، لكن بدخول الأفريقيين ضعفوا هذه النسبة، وبالنتيجة واقعهم المسلح لا ينبئ لهذه الدول إلا لمزيد من الطمع، وبالنتيجة قد تدخل القضية في إطار أيضا الحرب المتشابكة بين الأطراف الكبرى أو الأطراف العظمى، خاصة وأن الروس يتقدمون في إفريقيا والصين أيضا يتقدمون في إفريقيا، مما يمكن لنا أن نوسع نظرتنا إلى طبيعة ما يمكن أن يؤدي إليه حال هذه الأمور في مجال في مناطقنا. وقد سبق أن تحدثت عن ما يجري من أحداث في شرق سوريا. طبعا أنا أشير إلى كل التهويل الذي يجري بأن الأمريكيين سيتحركون في العراق وسوف يقومون بكذا وبكذا، هذا كله تهويل لا تستمعوا إليه ولا تصيغوا سمعا له، لأن أمريكا فقدت نفوذها في العراق إلى درجة كبيرة بحيث لا يمكن لها أن تعود مرة أخرى إلى سابق عهدها. ما تبقى لديها جملة من الضغوط وجملة من التقييدات الدولية أو احتياجات العراق من الجانب الاقتصادي أو ما إلى ذلك ضمن دائرة الضغوط التي تسلطها المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات وما إلى ذلك، لكن النتيجة الحقيقية أن النفوذ لن يعود كما كان في السابق، ولن يمتلك هؤلاء أي قدرة على التلاعب في ميزان القوى. نعم يمكن لهم أن يتخابثوا، يمكن أن لهم أن يحركوا هذا الطرف، يمكن لهم أن يحركوا الطرف الآخر، يمكن أن يثيروا فتنا، ولكنها لن تكون بدرجة مفصلية بحيث أنها تعيد لهم نفوذهم الذي فقدوه. نتيجة لفقدانهم لهذا النفوذ هم عليهم أن لا يستسلموا ضمن منطقهم، وحتى لا يستسلموا عليهم أن يحسموا الملف في سوريا والذي سيكون مؤثرا للغاية على لبنان، على العراق، وعلى أمن الصهاينة إلى حد كبير جدا. إذن ماذا سيفعلون؟ ما سبق أن أشرت إليه من أحداث شرق سوريا حقيقة لا يمكن لنا أن ننظر إليه بعنوانه هو المعركة المفصلية للأمريكيين في الساحة السورية، ولكن ما يجري هو إعداد الساحة لتغييرات أكثر طوعاً بالنسبة إلى الأمريكيين مما هم عليه الآن.
الآن تجري عملية إعداد الوكلاء لسيطرات محددة في الواقع المناطق في سوريا وليس للانقلاب على الأوضاع في سوريا. تجري عملية تحسين للنفوذ، تحسين للمواقع. تارة ينظرون إلى كيفية قطع الطريق بين العراق وسوريا من جهة القائم والبوكمان، وأخرى ينظرون إلى الأمور من خلال تدريع أو تحصين منابع النفط السورية لكي لا تسقط بأيدي الدولة السورية أو لكي تكون دائما تحت نفوذهم وتحت سيطرتهم لما فيها من أموال، وهذه الأموال يمكن لهم أن يغذوا بها كل المجاميع المرتبطة بهم ويحسنوا اقتصاديات هؤلاء بالذات. الآن الخيار الموجود أمامهم على مستوى الفعل المناطقي هو تحصين الوضع الكردي وتأليب الوضع العشائري ضد الدولة السورية حتى لا يسمحوا بالتمدد السوري الروسي وحلفائهم في هذه المنطقة. ولكن هم في فعلهم هذا سوف يهيئون المجال لأكراد سوريا في أن يضعونهم أمام مشكلة حقيقة وليس لتهيئة المجال، ربما كان سبق لسان في هذا الأمر، يضعونهم أمام مسألة جادة، إما أن تستقلون عن النظام وبالنتيجة عليكم أن تدافعوا في قبال الأتراك، وما قد يقال هنا نحن نحميكم من الأتراك. ولذلك إذا ما رجعتم إلى الروايات ستجدون أن نزول الأتراك يتأخر عن مسألة الانفصال الكردي عن سوريا، بمعنى أن ما عبرت عنه الروايات بأن مارقة من ناحية الترك، هذه المارقة والتي سبق أن ذكرت قبل أكثر من 11 سنة بأن هؤلاء المارقة هم أكراد سوريا الذين سيخرجون ويمرقون من الوضع السوري، إما بصيغة من صيغ الخروج، إما بدولة كونفدرالية أو بفدرالية مستقلة أو بحكم ذاتي أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. ولكن تأخر الأتراك سيكون بسبب حرب الروم، بسبب هرج الروم. إذا ما تدخل، إذا ما استاء الوضع في أوروبا، وإذا ما احتدمت الأوضاع بين الروس والأمريكيين، عندئذ أمريكا ستنسحب من هذه المنطقة، وبعد ذلك يمكن لنا أن نتخيل أن الأتراك يجدون فرصتهم لمعاقبة الأكراد السوريين على ما فعلوه من تهديدهم لمزاعم الأمن القومي وما إلى ذلك من أقاويل خلال هذه الفترة أصبحت متداولة في أدبيات العمل السياسي في تلك المنطقة. لكن هل يا ترى أن الأمريكيين لو أن فرضية انسحابهم أو ضعفهم من هذه المنطقة، هل أنه سيجعلهم يرتدعون عن التفكير بهذه المنطقة؟ هذه المنطقة ليست كأي منطقة في العالم، من أهم المناطق في العالم لكون وجود الكيان المغتصب، الكيان الزائل، وما يستطيع هذا الكيان أن يقدمه من خدمات كبرى للنفوذ الأمريكي. وأنا أزعم أن الأمريكيين لو لم يجدوا الصهاينة متواجدين في المنطقة لأوجدوهم، بمعنى أن وجود المصالح الأمريكية أصبح مرتبطاً بشكل أكيد بالوجود الصهيوني، مع أنه الوجود الصهيوني سابق لهذه المصالح، ولكن كان البريطانيون قد سبقوا الأمريكان في هذا المجال، والأمريكيون أخذوا الخلافة من البريطانيين نتيجة لمخرجات الحرب العالمية الثانية. فإذن عليهم أن يعودوا إلى المنطقة. لو نظرنا إلى الروايات، لدينا روايتين.
الرواية الأولى التي تتحدث عن أن قرقيسياء الأولى ستكون ما بين فريقين، واللي هو فريق بني العباس وفريق المروانيين، ستجدون أن هذه المعركة تنتهي متى؟ تنتهي في الأيام الأولى لخروج السفياني، أو تتوقف، ربما الأدق هو أن تتوقف هذه المعركة في الأيام الأولى لخروج السفياني. لكن خروج السفياني فيه رواية أخرى تشير إلى وجود ثلاثة رايات، واحدة يسميها بالأموية، والأخرى يسميها بالحسنية، والثالثة يرجعها إلى قيس، راية قيسية. القيسية أصبح من الواضح جداً أن المنطقة هي مناطق بني قيس، منطقة دير الزور وما إليها، هذه كلها عشائر عربية تنتمي في غالبيتها إلى بني قيس، ولكن ليسوا هم لوحدهم. لذلك أعتقد أن ما أشير إليه في شأن الراية الحسنية، هذه الراية الحسنية لا علاقة لها بأهل البيت، لا علاقة لها بشيعة أهل البيت، وإنما هناك من يدعي الانتساب إلى الإمام الحسن عليه السلام من نفس هذه العشائر، من داخل هذه العشائر، وما أكثر المدعى، وربما تكون الدعوة حقيقية أنهم ينتسبون إلى الإمام الحسن عليه السلام، وبالنتيجة ستكون هذه الراية ليس كما يزعم البعض بأن الشيعة سيقاتلون في تلك المنطقة. الشيعة لا وجود لهم في معارك تلك المنطقة، والدليل على ذلك أما يرضيكم أن تكونوا آمنين في بيوتكم وعدوكم يقتل بعضه بعضا؟ هذه الرواية واضحة الدلالة في هذا المجال. والراية الثالثة هي الراية الأموية، والتي يمكن لنا أن نصورها في هوية الأمويين العقائدية وليست في هوية الأمويين النسبية، خاصة وأن نتيجة هذه المعركة أن السفياني سيتسلط على هؤلاء الثلاثة ويقتل بهم قتلا شنيعا أو ذريعا كما هو مفاد الرواية الشريفة. لذلك المعركة ستبقى في داخل هذه المنطقة إلى أن يقيض الله سبحانه وتعالى ما سبق أن أشار إليه أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم بطبيعة حراك السفياني وما سيؤدي إليه السفيان. الآن علينا أن نعود إلى أن الأمريكان حينما يجدون في عملية تحصين نفوذهم أو تحسين نفوذهم، حينما لا يجدون أملاً كبيراً، هل سيأسون ويخرجون أم أنهم سيخططون إلى أمر أكبر بكثير مما يتم الإعداد له حالياً؟ الآن يجري العمل على أساس كما أشرت، على أساس تحسين فرص النفوذ وليس لتكريس النفوذ وإعادة السيطرة الأمريكية على سوريا. ما الذي سيفعلونه؟ المشروع الذي يمكن أن يعرف عنه بمشروع سنة سوريا أصبح في حكم المنتهي، يعني فشل ذريعا، وحصرت هذه القوات التي أرادت هذا المشروع حصرت ضمن دائرة محددة لا يمكن لها أن تؤدي إلى قلب الأوضاع في النظام. أصبح المشروع السني السوري خارج معادلة إسقاط النظام. نعم يمكن له أن يشاغب، أن يشاكس، أن ينثر المعوقات، لكن لا يمكن له أن يكون صالحاً للقضاء على النظام. هل يمكن للدروز أن يقوموا بهذه العملية وهم الآن في حراك كبير جداً في السويداء وما إلى ذلك؟ حقيقة أيضاً الدروز ليست لهم مقومات من يستطيع أن يؤدي إلى إسقاط النظام. إسقاط النظام أنا في تقديري لا يمكن أن يكون إلا من خلال نفس النظام، نفس المنظومة التي تدير أوضاع النظام يمكن لها
أن تتحرك بهذا الاتجاه. أما العوامل الخارجة عن النظام أصبح من الصعب جدا تصور أن النظام يمكن له أن يسقط من هذه العوامل، طالما أن النظام اجتاز المرحلة الحرجة والأخطر على وضعه واستطاع أن يسيطر ويستعيد نفوذه في مكانات كثيرة. لذلك الحذار الذي يجب أن يتخذ والذي يجب أن ينظر إليه هو في طبيعة البؤرة الداخلية التي تمسك بهذا النظام. من خلال الإشارة التي تشير إليها الرواية الثانية التي أشرت إليها، رواية الرايات الثلاثة، يشار إلى أن السفياني سيضرب هؤلاء، سيتصدى لهم ويفتك بهم فتكا كبيرا جدا. فإذا كانت عشائر بني قيس سيفتك بها النظام، سيفتك بها السفياني، وأيضا الراية الحسنية المتشكلة من هذه العشائر أيضا سيفتك بها النظام، والأكراد في هذه المنطقة أيضا سيفتك بهم النظام، والراية الأموية سواء كانت لداعش أو لغير داعش. يعني أنا أشرت إلى أن الراية الأموية وربما هي الإشارة الوحيدة في مجمل الروايات إلى التمييز بين سفيانية السفياني النسبية وبين الراية الأموية كمعتقد وكاتجاه وكمسار. السفياني لا شك ولا ريب أنه ينتسب إلى أبي سفيان، ولكن ليس كل من ينتسب إلى أبي سفيان هو أموي. كان الكثير من هؤلاء ينتسبون ولكنهم خرجوا على بني أمية، كان بعضهم من الزيدية، كان بعضهم من الطوائف المتعددة، خرجوا على نظام بني أمية وقاتلوه وفعلوا ما فعلوا في هذا المجال. لكن أيما يكون لا يمكن لنا أن ننظر إلى وجود تساوي عقيدي أو عقائدي ما بين الرايات الثلاثة وما بين السفياني، والرايات الثلاثة كلها تنتسب إلى دائرة خارج أهل البيت، مما يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه بأن السفياني ليس ناصبيا بمعنى أنه ينصب العداء لأهل البيت. نعم هو فاسق كما تشير الروايات، وواضح جدا لديكم أن الفاسق في المنطوق الشرعي ليس كما هو بالنسبة إلى الناصب. الناصب يكون خارج الملة، أما الفاسق فهو فاسق ولكنه لا يخرج عن الملة، لكنه تبقى له حدود كونه ينتسب إلى هذه الملة، فيحرم دمه، يحرم ماله، يحرم عرضه بناء على أنه لا زال في دائرة أهل القبلة. لكن هذا لا يمنع من أن يكون طاغية جبارا متسلطا فاجرا مجرما، كما رأينا في الكثير من الأحيان من الطغاة والجبابرة الذين يفعلون ما يفعلون بأممهم. السفياني سيكون من هذا الصنف، وهو يعني أنا أشير إلى كثير من التعليقات والرسائل التي كان يعني أعداء شيعة أهل البيت يفرحون بأن السفياني سيأتي وسوف يخلصنا منكم، وسوف أنا أبشرهم بأنه سيفتك بكم أكثر بكثير مما سيفتك بشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه. ويكفي أن يكون السفياني في أيامه التي تأتي من بعد هروبه من النجف سيتحول إلى ملاحق إلى هؤلاء، يعني تشير الرواية إلى أن هؤلاء سيقعون بين كماشتين، بين الخراساني وحلفائه الذي سيفتك بهم من جهة الشرق، والسفياني الذي سيفتك بهم في مناطقهم من جهة الغرب. لذلك على هؤلاء لا يفرح، وعلى شيعة أهل البيت أن يتلقوا هذا الأمر بطريقة جادة ومسؤولة. السفياني ليس بعبعا وليس غولا هائلا جدا، أنتم يمكن لكم أن تغولونه إذا ما تركتم الاستعداد والتهيئة و
يعني امتنعتم عن تجهيز أنفسكم للوقوف أمام الشر المحدق. يعني الشر المحدق هو يشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن مثلا أني أخاف عليكم من الجهلة أكثر مما أخاف عليكم من الدجال. وبغض النظر ما كان يعني باعتبار أن نظريتنا عن الدجال أنها ليست مشابهة لما يرويه العامة من إمكانات سوبرمانية عالية جدا أشبه بالأساطير بالنسبة إلى الدجال. نحن لا توجد في رواياتنا تلك الصورة المهولة جدا عن الدجال، كذلك عن السفياني. السفياني طاغية يريد نفوذا ويعمل بأجندة غربية. إذا ما انتبه الناس إلى ذلك، إذا ما يعني لم يتردى الوضع السياسي في داخل أوضاعنا، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بأن الشر الكبير للسفياني لا وجود له. يمكن لنا أن نحتويه، يمكن لنا أن يعني نتخلص من الكثير من أطرافه، ولكن من نام عن هذا الخطر لن ينام السفياني عنه، وبالنتيجة قد يبلغ مراميه وقد يحقق ما يريده الأعداء من مشروعه. مشروعه هو السيطرة على النظام السوري المتفق عليه بينه وبين الغرب، هو السيطرة على النظام السوري بغية التسلط على العراق. لا يبقى له همة إلا العراق، يريد أن يفعل ماذا في العراق؟ مع أنه من الآن يمكن لنا أن نفكر، هل يمكن أن يغزو العراق جيشا يمكن له أن يهزم كل القوى الأمنية الموجودة؟ لا شك ولا ريب أن قوة المتدينين غير قابلة إلى أن تخترق من قبل أي جيش يأتي. لدينا المكنة، لدينا القدرة، ولكن ماذا بشأن أن المؤمنين قد يختلفون فيما بينهم، أو أن المؤمنين لن يكتشفوا البوصلة الحقيقية لمسار الأحداث، أو لم ينتبهوا نتيجة لصراعات المصالح، لصراعات النفوذ، أو أن يكونوا بلا قيادة تجمعهم وتوظف قدراتهم وإمكاناتهم في معركة تخليصهم من براثن هذا الفاسق أو ذاك الفاجر أو هذا المعتدي أو ذاك الغاسي. من الناحية الموضوعية يمكن لنا أن نقول بأن هذا الأمر يمكن أن يحدث، ولكن من الناحية العقلية يمكن أن نقول بأنه إن انتبه أهل الإيمان إلى حقيقة ما يجب عليهم أن ينتبهوا إليه وأن يستعدوا له لن تمر هذه الأمور. ولو أطللنا على طبيعة جيش الإنقاذ الذي سيأتي من العراق، أكو جيشين عندنا، أكو جيش يأتي من خارج العراق وأكو جيش هم من المجاهدين العراقيين ومن المؤمنين العراقيين. هؤلاء هم المجاهدون الموجودون حاليا، يعني أو يعني مثلهم مثل المجاهدين اللي موجودين حاليا، ولكن حينما يختلفون فيما بينهم لديهم كثرة ولكن ليس لديهم القدرة على العمل النوعي أو العمل الذي يحول الكم إلى كيف. أما حينما ينتبهون، والرواية واضحة جدا، تقع مأساة في النجف فيجتمع أهل الإيمان مع بعضهم ويتحدون، ولأول مرة يمكن لنا أن نتلمس علاج المعضل العراقي وهو افتقادهم للقيادة الواحدة. هذا المعضل لن ينتهي ولن يتفكك إلا من خلال، للأسف الشديد، إلا من خلال تلك الكوية التي سيكوى بها الناس نتيجة لما يحصل في النجف من تداعيات لنفوذ السفياني إليها قبل أن ينفذ إليها جيش اليماني وجيش الخراساني. مع كل ذلك هؤلاء المؤمنون يفترض بهم من الآن أن يفكروا، من الآن أن يستعدوا إلى أو أن ينظروا، وهذا واجبنا أيضا كنا. إذا كانت المعضلة هي معضلة القيادة، أنا سبق إلي أن
أشرت كثيرا في حديثي معكم في حديثي مع الكثيرين إلى إذا ما كنا نفتقد القيادة الميدانية فعلى المنتظرين أن يتولوا قيادة مناطقهم، لا تتركوا المناطق من دون أن يكون لها موجها، بغض النظر من هو الذي يوجه، عالما كان، عسكريا كان، متدينا أو معذرة مديرا، بأي طريقة على المناطق أن تكون لها قيادتها، إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطينا القيادة الواحدة، يمنحنا القدرة على التنازل عن ذواتنا والتنازل عن أنانياتنا والانصياع إلى طبيعة هدى آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. علينا أن لا نقع في غفلة أو نضع أيادينا على خدودنا ونقول ننتظر القائد الذي سوف يجمع المؤمنين. اصنعوا من أنفسكم قيادات للمؤمنين ستمكنوا المؤمنين من حماية أنفسهم من تحصين مناطقهم. أما إذا ما تركت الأمور حبلها على غاربها من دون أن يهتم أهل الإيمان بإيمان مناطقهم، بعفة مناطقهم، بتماسك مناطقهم، بأمن مناطقهم، عندئذ ماذا ستنتظرون؟ سوف يسلط عليكم جهلة الناس، وسوف يتسلط عليكم من لا أمان منه لا في مال ولا في عرض ولا في دين. وقد رأيتم كيف ينتشر أهل الباطل، كيف ينتشر الجهل، وماذا يمكن للجهل أن يفعلوا بأمة حينما تتناسى كوادرها المسؤولية الكبرى في تماسك مجتمعهم وفي تماسك أمتهم لأسباب متعددة قد يرونها صحيحة ولكنها في الواقع تؤدي إلى مهالك كثيرة. وربما ما رأينا في لوثة تشرين من طبيعة التردي الذي أصاب والذي حاق بهذه الأمة نتيجة لإمساك بعض الجهلة ممن لا يستطيع أن ينظر إلى أبعد من مصالحه الخاصة ومن أنانيته الخاصة، وأدى ذلك إلى ما أدى إليه. اليوم نحن أمام مواجهة كبرى، ولئن نجح الأربعين لا تعتقدوا أن العدو سوف يستكين أو أن العدو سيهدأ. علينا أن ننبري، علينا أن نتحمل مسؤولية تنبيه الأمة. لأن تحدث سماحة السيد القائد حفظه الله تعالى عن جهاد التبيين، لأن تحدث سماحة السيد المرجع الأعلى أدام الله ظله الشريف عن ضرورة وجود البصيرة عند المؤمنين، هذا الأمر هو الذي يؤدي إلى مزيد من تماسكنا، مزيد من الانتباه إلى استحقاقات المرحلة. وحينما ننتبه لن يكون صعباً الإمساك بآليات المواجهة وبرفع مستوى الممانعة التي تمنع عنا شرور هؤلاء الظالمين وتحيد أو تحجم الخطر الذي يريد أن يسيره لنا الأمريكيون أو الغرب أو الصهاينة أو أي دولة من هذه الدول. في كل الأحوال لن يكون السفياني إلا صنيعة لهؤلاء، ولا تتوقعوا أن يأتي بصيغة دينية أو بصبغة دينية. الرجل لا علاقة له بالدين ولا بالمذهب وما إلى ذلك. نعم، روايات العامة تؤكد شراسته ضد شيعة أهل البيت، ولكن سبق لنا أن أشرنا مرارا بأن هذا من تهويل العامة على شيعة أهل البيت. لكن الحقيقة الأساسية أن فتكه سيكون في مناطق متعددة، سوف يكتوي أهل السنة بناره قبل أن يكتوي أهل الشيعة بناره، وخاصة هو الذي سوف يسيطر على مناطق الأبقع، وهذه المناطق التي أشرنا إلى أنها تمثل النفوذ التركي في مناطق شمال دمشق، بمعنى مناطق حلب، حمص، وحماة، وإدلب. هو الذي سينهي هذه المعارك، وهو الذي سوف يشجعه على أن يتحول للمعركة ضد النظام. ولا أستبعد
أن يكون هذا الرجل يدخل أول ما يدخل من درعا آتيا من الغرب متحالفا مع الغرب، يأتي لكي يخدم النظام ضد معركته ضد الأبقع، ولكن حينما يجد في قوته مجالا عند ذلك سينبري إلى مقاتلة نفس النظام بغية إسقاطه والتخلص منه، لأنه يمثل العقبة الكادر دون مآرب الأمريكيين. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع خدمة الحسين عليه السلام لإكمال هذه المسيرة، لإكمال هذا المسعى الكبير الذي وجدنا فيهم احتضاناً، ووجدنا لديهم احتضاناً لكل المؤمنين من كل البلدان. انظوا على هذا الطريق، الحسين حياتنا، الحسين طريقنا، الحسين يجمعنا. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أننا وجدنا في الحسين ما لم نجده في سياسات كثيرة جاءتنا بشكل عفوي، بشكل بإنسيابية عالية، دخلت هذه السياسات إلى دواخل قلوبنا، إلى دواخل عقولنا، بعد أن حاول الأمريكيون والبريطانيون أن يفرقوا بيننا. رأينا كيف أن العراقي يستقبل الإيراني والكويتي والسوري واللبناني والأفغاني والباكستاني، والكل يشعر أنه في بيته. نحن حقيقة كان في يعني الحسينية التي تشرفنا بها في خدمة الزوار، كان لدينا أحد الطباخين لم نلتفت إليه، لكن في اليوم الأخير حينما أراد أن يغادر قال أحدهم لي بأن هذا الطباخ الذي تراه أمام عينك هو مسؤول كبير في دولته وأحد أعضاء البرلمان في دولته، أخفى أمره لأنه أراد أن يقدم، لأنه أراد أن يقدم بطواعية كبيرة، أراد أن يخدم شيعة الحسين بغض النظر عن هويتهم جنسيتهم. وأكثر من ذلك أيضا رأينا أحد المسؤولين في دولة له امتيازه العلم الكبير، وإذا به يعمل مع رجال البلدية في تنظيف الشوارع وما إلى ذلك. حينما يصل الحسينيون إلى هذا المستوى، إذن أبشروا أن أمتكم بخير وأن رحلتكم بخير. مع وجود المنغصات ستمر هذه المنغصات، ولن يبقى للألم إلا مجرد ذاكرة، وستفرح القلوب وتستبشر الأفئدة بأن إمامها المنتظر قادم لا محالة، وهو قريب إن شاء الله تعالى بأقرب مما يتصور الكثيرون. والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا. اللهم صل على